لو نفسك تلمسي الكعبة وتدعي وانتي ماسكة الكعبة وبتقبلي الحجر اليماني، هقولك على في الفيديو ده هقولك على الميعاد الحلو جدا واللي هتلاقي الدنيا رايقة واللي هتقدري فيه تلمسي الكعبة، وكمان هقولك على طريقة حتى لو لقيتي الدنيا زحمة ازاي تدخلي وازاي تلمسي الكعبة وتدعي وانتي ماسكاها. خليكي معايا لاخر الفيديو وهقولك كمان الدعاء، هل الدعاء هيستجاب ان شاء الله ولا لا، كل حاجة هقولها لك في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة الفيديوهات العمرة اللي بنعملها عشان تبقي رايحة، دي نيتي والله وده الغرض من الفيديوهات، ان انت تكوني رايحة عارفة كل حاجة وتعمليها وتنفذي وتبقى عمرتك مقبولة 100% وما تنسيش حاجة وما ترجعيش ندمانة تقولي يا ريتني كنت عملت كذا ويا ريتني عملت كذا. فانا هقولك كل اللي حصل معايا وكل الاخطاء عشان تتلافيها. طبعا كلنا بنكون مشتاقين جدا للكعبة ونفسنا نمسكها ونلمسها ونقبل الركن اليماني. الحجر الاسود طبعا ده بيبقى صعب جدا وعشان ما تزحميش فيه الرجال، لكن الركن اليماني بيكون متاح وممكن توصلي له. هقولك بس على افضل وقت الاول لانك تقومي بالعمرة بتاعتك وتعملي عمرتك، الوقت اللي هو بعد الساعة 7 كده الصبح لحد بعد العصر، وحتى بعد صلاة العصر كمان بتكون الدنيا رايقة برضو حلوة، ممكن تقومي بالعمرة وممكن تعملي عمرتك والدنيا رايقة، وساعتها هتقدري تدخلي عند الكعبة وهتلمسيها وهتقبلي الركن اليماني وتدعي براحتك الدعاء بتاعك. طيب دلوقتي كمان حتى لو الدنيا زحمة اعمل ايه؟ هقولك وانت بتطوفي حتى لو الدنيا زحمة انت بتطوفي في وسط الستات، طبعا بتختاري مثلا مكان يكون فيه تجمع سيدات وبتدخلي في وسطيهم بحيث تتجنبي مزاحمة الرجال، فبتدخلي في وسط الستات وكل شوية ادخلي جنب جنبك شوية، يعني وانت بتطوفي حاولي تدخلي ناحية الكعبة كل شوية تدخلي وتعدي صف، حاولي تدخلي وتعدي صف لحد ما هتبص تلاقي نفسك دخلتي لجوه خالص بين الستات ودخلتي ناحية الكعبة وهتلمسي الكعبة. اول ما توصلي عند الكعبة هناك بقى هتلاقي ستات واقفة وكل واحدة ماسكة الكعبة بايديها، فحاولي تستني لما تخلص وتروحي داخلة مكانها وتمسكي انت الكعبة وتلمسيها وتقبلي الركن اليماني وتدعي زي ما انت عايزة. دي احسن طريقة والله عشان توصلي للكعبة. طيب بالنسبة للدعاء هناك جاني أسئلة كتيرة بيقولوا لي احنا رحنا عملنا العمرة ودعينا كتير زي ما انت قلتي ورجعنا ونستنى ان الدعاء يستجاب، الدعاء ما استجاب لناش ومش عارفة في ايه، هل ربنا ما قبلش العمرة؟ طب ليه ربنا ما استجابش للدعاء؟ يا جماعة ربنا بيستجيب لدعائك بمشيئته هو، على مراده هو، مش على مشيئتك انت ومرادك انت، لأ هو بيستجيب للحاجة اللي فيها خير ليكي، ويدعو الإنسان بالشر دعائه بالخير. ما يمكن الحاجة اللي انت طلبها من ربنا دي فيها شر ليكي، يبقى ربنا هيجيب لك شر ازاي؟ حشاه. فربنا ما بيستجيبش الدعاء إلا على مراده هو ومشيئته هو، لأن هو أعلم بالصالح وأعلم بالخير ليكي. فما تقوليش كده، ما تقوليش لان انت كده بتدخلي في حرمانية، بتدخلي في عدم ثقة في الله، استغفر الله العلي العظيم. فما تقوليش كده، انت بتدعي، بتدعي ليه؟ انت بتدعي ليه؟ انت بتدعي لان الدعاء ده جزء من العبادة بتاعتك، الدعاء جزء من العبادة بتاعتك، فانت بتدعي لان ربنا امرنا بالدعاء، وادعوني استجب لكم، فده جزء من عبادتك، جزء من النسك اللي انت بتعمليها. انت زي ما بتعملي نسك العمرة وبتنفذيها بالحرف، برضو الدعاء ده ما هو ربنا اللي امرنا بيه،
ده ربنا اللي امرنا بيه، ده فرض علينا يا جماعه، لان ربنا امرنا بيه ان ادعوني استجب لكم. فانت في المقام الاول انت بتدعي علشان خاطر ده امر رباني، وعلشان تاني حاجه ان ربنا يستجيب، بس ربنا يستجيب بالحاجه اللي هتكون صالح ليكي، وهو عارف الصالح ليكي ايه. فخلي الدعاء انت ادعي وما تستنيش الاجابه، سيبي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يدبرها، سيبي ربنا هو اللي يختار لك الصالح. وحتى لو ما تنفذت الدعاء، وحتى لو ربنا ما اجابليكيش الدعاء في الدنيا، فهو مدخرهولك للاخره، وده افضل واحسن. فانت دعائك مش هيروح والله، ثقي في الله وخلي عندك ثقه في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل الخير للانسان، هو بيستجيب لدعائك بس بيستجيب زي ما قلت لك على مراده هو وعلى مشيئته هو، مش على مرادك انت، لان هو ادرى بعباده وهو اللي عارف الخير والشر لعباده. فاصبري واحتسبي دعائك عند الله، حتى لو ربنا ما استجابش ليكي في الدنيا، هو مدخرهولك في الآخرة، ومفيش أحسن من كده طبعا. ربنا يرزقكم جميعا يا رب بزيارة بيته، وده شرف كبير والله، ربنا ينولهن جميعا، وروحانيات عالية جدا جدا، ربنا يمتعكم بيها يا رب، وتزوروا جميعا بيته، ويا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتناشر نصيحة أثناء السفر تخلي بالك منهم كويس قوي، هقولك عليهم علشان يكون سفرك من غير مشاكل بإذن الله، وتسافري وترجعي بألف سلامة. لو انت مخططة انك هتروحي العمرة ان شاء الله، اسمعي الفيديو للآخر، ان شاء الله هتستفيدي منه كتير. اول حاجة من الاتناشر نصيحة هي كتابة الاسم ورقم التليفون واسم الغرفة بتاعتك في اسم الفندق ورقم الغرفة، اكتبي كل البيانات دي على شنطتك بره وجوه، جوه الشنطة من جوه الشنطة ومن بره، عشان لو لا قدر الله الشنطة تاهت يعرفوا يتصلوا بيكي، وتكتبي رقم تليفونك طبعا، يعرفوا يتصلوا بيكي لو لا قدر الله. وخدي صورة صوريها وخلي الصورة عندك برضو احتياطي عشان تعرفي ترجعيها بإذن الله، وإن شاء الله ما يحصلش أي حاجة. النصيحة التانية ما تمليش الشنطة على آخرها، لأن هم بيحذفوا الشنط، فالشنطة لما هتكون مليانة ممكن تتفزق تتفتح، فما تمليهاش على آخرها. لو شنطتك، النصيحة التالتة بقى، لو شنطتك عليها حاجة مثلا أو ورقة أو اسم أو أي حاجة من الرحلة القديمة أو رقم الرحلة أو كده اللي انت كاتباهم، شيليها ما تحطهمش، وشيليها وحطي الحاجات الجديدة، رقم الرحلة الجديدة، اسمك، رقم تليفونك، خليها يعني ايه جدديها. لو شنطتك، لو اخدتي هدايا بقى معاكي، يعني انت مثلا لو جاية وراجعة وجايبة هدايا، ما تلفهاش في ورق هدايا عشان ما تتفتحش تاني، لان هي ممكن تتفتح في التفتيش، فما تلفهاش، خليها لما تروحي بالسلامة وتلفيها. ما تحطيش حاجة غالية في الشنط اللي هي طالعة في بطن الطيارة، ما تحطيش فيها حاجة غالية، خلي الحاجة الغالية معاكي في شنطتك اللي هتاخديها معاكي في الطيارة، لكن الشنط اللي هتدخل بطن الطيارة ما تحطيش فيها حاجة غالية. اتأكدي ان كل اوراقك وتأشيرتك واوراقك المهمة والباسبور والفلوس كلها تكون في شنطة ايدك، وتأكدي من التأشيرة وتأكدي من الاوراق كويس، ومن التذكرة ومن ميعاد التذكرة، وكل ده حطيه فين؟ هتحطيه في شنطة ايدك.
اعملي شنطتك، علمي على شنطتك كده بعلامة مميزة عشان تعرفيها أثناء نزولها من السير، أثناء مرورها على السير، عشان تبقي تعرفيها بسهولة وتقدري إيه تاخديها على طول، وغيرك كمان يبقى عارفها. زي شريطة مثلا مميزة كده في اللون علشان كمان محدش ياخدها غلط، يعني اربطي عليها شريطة كده تكون مميزة وواضحة، عشان وهي لفة على بتلف على السير تعرفي تلقطيها وتتعرفي عليها بسرعة، ما تاخديش وقت. ما تاخديش شنط من حد، يعني لو حد قال لك معلش انا عندي وزن زياده خدي الشنطه دي معاكي، خلي لي الشنطه دي معاكي، اوعك اوعك تشيلي اي شنطه من اي حد ما تعرفيهوش. في ناس بتعمل الحركات دي واحنا طبعا ما نعرفهمش، فاوعك تاخدي شنطه من حد يقول لك مثلا وزن زياده مش وزن زياده خدي لي دي معاكي، لا اوعك تاخدي شنط من حد. الحاجة اللي مش عارفة رقم كام بقى، عند تفتيش الحقائب، والحقائب بتتفتش، الموظف بيحط على كل حقيبة، كل شنطة بيحط عليها بطاقة وبيديك انت بطاقة زيها بالظبط، بيكون عليها رقم الرحلة واسمك. حافظي عليهم كويس قوي، لان هي دي الدليل على ان شنطك تم شحنها على حسب عدد الشنط بيتحط عدد البطاقات، يعني مثلا شنطتين بيحط لك بطاقتين وبيديكي قصادهم بطاقتين تحطيهم معاكي في الجواز وتشيليهم، او لو اكتر من شنطه برضو بيديكي اكتر من بطاقه على حسب عدد الشنط، يبقى تحطيهم وتحافظي عليهم كويس قوي، لان هم دول الاثبات ان الشنط دي بتاعتك وان هي تم شحنها. اللي ما تلفيش حاجة، ما تلفيش مأكولات مثلا هتطلع فوق في الطيارة او معاكي، ما تلفهاش في ورق فويل، يعني الورق الالومنيوم ده لا ما تلفيش فيه اي حاجة، لانه بيحجب الرؤية على الجهاز اثناء التفتيش، بيحجب الرؤية، فبالتالي ما بيعملش ما بيشوفوش اللي جوه الحاجة دي، بيبقوا مش عارفين ايه اللي جوه الحاجة دي، فبيضطروا يفتشوا في مكان تاني ويضيعوا عليكي وقتك ويأخروكي. فما تغلفيش اصلا، ملهاش اي لازمة، ما تغلفيش، خلي كل حاجة واضحة وظاهرة في الشنطة عشان ما يضطروش انهم يفتحوا الشنطة وياخدوك يفتشوا في مكان تاني، لو لقوكي مثلا يفكروا ان انت مخبية حاجة ولا بتاع، فملهاش اي لازمة عشان ما تتأخريش على رحلتك. روحي قبل الرحلة على الاقل بساعتين، يعني كوني في المطار قبل الرحلة على الاقل بساعتين. ولو انت راحة، بالنسبة بقى اللي هجاوب على السؤال جاني، لو انت راحة عمرة هيكفيكي كام فلوس؟ هيكفيكي على حسب، لو انت واخدة اكلك كامل معاكي كفاية قوي عليكي 500 ريال، 500 ريال وتجيبي هدايا، وهتجيبي هدايا وهتجيبي كل اللي نفسك فيه، يعني لو بس لو بالشرط انك تكوني واخدة كل اكلك معاكي، وممكن كمان ما تصرفيش ال 500 ريال. والنصيحة الاخيرة، ما تجيبيش هدايا، ما تجيبيش، والله بلدنا فيها كل حاجة والريال غالي زي ما انت شايفة، وكمان الحاجات هي اللي موجودة عندنا، بالعكس عندنا طبعا الحاجة غالية رخيصة، هي غالية بالنسبة لينا بس هي رخيصة لو حسبتيها بالنسبة للريال هناك. فهاتي على قد، يعني عايزة تجيبي هاتي حاجات رمزية، يعني لو لازم ان انت تجيبي هاتي حاجات رمزية بس كده. دي كانت اهم النصايح اللي كنت عايزة اقولها لك، تخلي بالك منها وتروحي وترجعي بألف سلامة إن شاء الله، وما تنسينيش من صالح الدعاء. وبجد آخر حاجة عايزة أقولها لك، العمرة دي أحسن أحلى رحلة في العالم كله، أحلى رحلة في حياتك ممكن تطلعيها هي العمرة. ربنا يتقبل منك يا رب، وتروحوا وترجعوا بألف سلامة. والنصيحة الأخيرة اللي دايما بقولها في أغلب الفيديوهات، ما تزحموش الرجال، بلاش مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، كلنا بنبقى مشتاقين ونفسنا نقبله، بس بلاش مزاحمة الرجال، ربنا ينولها لك وتكون الدنيا رايقة، وإن شاء الله بإذن الله تروحي وترجعي بألف سلامة، وما تنسينيش من صالح دعائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.